نبدأ بالسؤال الأول. السؤال الأول، ليش تسافري من المدينة كل شوي والقرية من مكان لمكان كل شوي؟ وهل هذه رحلة من الجامعة ولا؟ هذه رحلة من الجامعة صح؟ وليش أسافر كل شوي من قرية المدينة؟ لأن لازم نختبر أكثر من مكان في البيرو، نشوف النظام الصحي عندهم، نشوف المستشفيات، نشوف المراكز الصحية، نشوف كيف الاختلاف يعني عندهم، لأنهم يعتبرون دولة نامية. تختلف المدينة القرية، لما أروح المدينة أروح مستشفى حكومي مو زي لما أروح مستشفى خاص، ومو زي لما أروح قرية بعيدة اللي ما فيها إلا مركز واحد صحي وأحيانا ما فيه إلا طبيب واحد حتى بالقرية كلها. فهذه أشياء كلها نختبرها لأنها تندرج تحت مجال عملي ومجال تخصصي، تخصص زي ما قلت من قبل Global Health، وأغلبها يتكلم عن المجال الصحي والطبي في العالم بشكل عام، وخصوصا الدول هذه البسيطة الـ Developing Countries. فالبيرو أحدها. السؤال الثاني، الأيام اللي غبت فيها وين رحتي وإيش كان بالضبط؟ أوكي، الأيام اللي غبت فيها لما قلت لكم أني وصلت كوسكو وغبت فيها، أنا عارفة كيف أشرحها بسنابة واحدة لكن بحاول أختصر أهم النقاط فيها. هذيك الأيام رحت فيها القرية، القرية هذه ما فيها لا إلكتروسيتي، ما فيها لا كهرباء، ولا فيها واي فاي، ولا فيها أي مجال للاتصال إنترنت يعني بشكل عام. هذه القرية ما فيها، أهلها بسيطين جدا وفي وسط الجبال، قرية تبعد عن كوسكو يعني كم يمكن ساعتين كذا تقريبا، ونظامهم كانوا في مزرعة وكانوا يزرعون نباتات طبية، يعني نظامهم زي قديم مرة مرة مرة، يعني نظام الطبي عندهم يتعاملون بالأعشاب، يتعاملون بهذه الأشياء. فإحنا لما رحنا عندهم، رحت عندهم تعلمت كيف نظام البساطة حقي، كيف النظام التقليدي الشعبي جدا في الطب عندهم. تعرفت على النباتات الطبية عندهم، تعرفت على كيفية استخلاصها، اشتغلت معهم في المزرعة. السؤال الثالث، ليش اخترت البيرو وليش هل في كان يعني اختيارات أخرى؟ أحس لو جاوب على السؤال هذا كأني أعيد السؤال الأول، لكن ليش اخترت البيرو زي ما قلت؟ لأني رحت مع البروفيسور حقتي. وليش اخترت البيرو؟ لأنها تعتبر من الدول المتقدمة، مو من الدول المتقدمة سوري، الدول النامية لكنها سريعة بالتقدم في المجال الطبي، وعندهم النظام الصحي يعني مستمر متطور باستمرار، يعني مو قاعد يوقف. ف تعتبر من الأماكن، زائد أنها تعتبر من الدول مرة حلوة، يعني أنا عن نفسي أحسها جدا جميلة، وأهلها جدا بسيطين وممتعة جدا، غير الجو بس، الجو هو البارد.